تبارك الله الخوت هذا الخير هورشتاين ما حاطين ليش المعلومات ديال سلاله هورشتاين كيبان لي الخوت اضخم عجل تبارك الله من سلاله هورشتاين اصلا سلاله هورشتاين راه فيها شي حاجه ممتازه تبارك الله اللهم بارك وزيد في داد انتما كما كتشوفوا تبارك الله سلاله هورشتاين حاجه ممتازه تبارك الله غير الراس ديالو قداش تبارك الله الخيرات اسم الله اللهم بارك صوركم من هنا شوف قداش تبارك الله على طول الخير تبارك الله تبارك الله هذا المعلومات ديالو حنا غنوريكم المعلومات ديالو ذكر السلاله الخوت البراهمان السلاله اول مره غنسمع بها الصراحه سلاله البراهمان ذكر العمر 30 اسم كساب خولي مصطفى اللي تقريبا ديك العجور كاملين اللي كاينين هنا الممتازين ديالو هو تبارك الله اقليم النواصر اولاد صالح تبارك الله سلاله ممتازه اللهم بارك يلا ان شاء الله وزيد في داير شوف تبارك الله اجل ممتاز تبارك الله الله انتم تبارك الله اللهم بارك وهذا الخوت كما كتشوفوا عجوز صغار سابيين انتم اللهم بارك عندهم 6 شهور انتم كما كتشوفوا 6 شهور اللي عندهم المعلومات انتم كما كتشوفوا ازرق بالابيض ازرق بلجيك انتم اللهم بارك سلاله مليحه تبارك الله وتا هي انت نفس الكساب الخولي مصطفى تبارك الله عنده سلاله ممتازه تبارك الله مرحبا بكم الخوت من الملتقى الدولي للفلاحه للنسخه 15 سنه 2023 شوفوا الخير الخوت اللي عندنا تبارك الله في البلاد في المغرب كما كتشوفوا سلاله السردي معشوقه الجماهير كما كتشوفوا تبارك الله الفحوله اللي كاينين الخوت شي حاجه تبارك الله ممتازه اللهم بارك وزيد في ذلك الخيرات تبارك الله عند كساب ديالنا كما كتشوفوا هو غتبان الاسم ديالو ان شاء الله وهذه هي النعجه اللي عندها الخوت شوف تبارك الله نعجه ممتازه الخوت شوف تبارك الله الخير 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 تبارك الله الخوت الكساب ديالنا الكلخ احمد تجمع الحضره اقليم قلعه سراغنا انتم كما كتشوفوا الخيرات تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك هذا دابا راه خوت راه كيبان لكم هكا عاديا فقول راه خصك تجبدوا وتخرجوا وتشوفوا وتشدوا مزيان غيبان لكم احجام خياليه ضخمه تبارك الله الخوت تحياتي ليهم انا تبقاو معنا ان شاء الله باش تشوفوا دبركم زويره ان شاء الله باش تشوفوا طوالا كي دايرين هانتوما اللهم بارك تبارك الله بخير اخو انا غنمشيو لهم هانتوما شباب ها صورناه هذاك عجيب هانتوما تبارك الله شوفوا الخيرات الخوت اللي كاينه هانتوما اللهم بارك هنا راه مجموعين الخوت غير كسابة اللي معروفين بسلالة السردي سلالة ممتازة غنتنظرو لكم لها هذه السلالة نتاع بجعد كما كتشوفو شي سلالة تبارك الله ممتازة ها مناظر تبارك الله الخوت في منطقة رحامنا خريبكة ماشي الحامله خريبكة رواشد سميتو الكساب الرويسي عبد السلام هادشي اللي كاين الخوت سلاله ممتازه تبارك الله هي سلاله بجعد كما كتشوفوا غنصوروا لكم السردين ان شاء الله بقاو معنا ان شاء الله باش تشوفوا واحد السلاله تبارك الله ممتازه هانتوما اللهم بارك وزيد في ذلك هانتوما تبارك الله بخير تبارك الله سردي ممتاز خيرات الخوت مساف الخوت دعمونا بشي جيم واللي بغى يفرحنا الخوت خلينا التعليق زوين يشجعنا به حنا كما حنا راكم عارفين كنجيب لكم جديد ديما انتم تبارك الله خيرات تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك انتم تبارك الله الخوت شاهد النعجة الخوت كي دايره ممتازة اللهم بارك وزيد في ذلك عندك الساب الطاغي احمد بني مسكين الشرقيه اقليم سطات شوف تبارك الله النعجه كيدايره الخوت ممتازه هانتوما اللهم بارك سلاله السردي عاوتاني منطقه سطات بني مسكين الشماليه خليل الكبير هانتوما تبارك الله عندك الساب خليل الكبير هانتوما تبارك الله النعجه ديالو تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك
انتما تبارك الله الخيرات. هنا كما كتشوفوا الخير تبارك الله، كاين سلالة بجعد كما كتشوفوا تبارك الله، سلالة هي ممتازة. هانتوما كما كتشوفوا هنا الخوت، هاد العجل من سلالة الهولشتاين، عجل ضخم تبارك الله. راه غنصوركم ان شاء الله واحد العجول خيالية من نوع الأبيض بلجيكي أزرق هانتوما تبارك الله. ولكن هاد الهولشتاين الخوت راه اللهم بارك، الحقيقة راه ماشي هي الفيديو، الحقيقة ليست فيديو، خصكم الحقيقة الخوت تشوفوا واحد الضخم تبارك الله. خيرات الخوت، اللهم بارك. واش عندنا كيقول لكم تحياتي لكم متابعين ديالنا قناه عجول بلادنا، اللهم بارك. ها انتم تبارك الله الخيرات تبارك الله، حكلو حكلو سي وليد. ها انتم تبارك الله، اللهم بارك الخيرات تبارك الله. واحد الحجم الخوت، شوف واحد الحجم تبارك الله الخوت، خيالي. ها انتم كما كتشوفوها الخوت جولة في المعرض الدولي الواحد. هنا المعيزة الخوت جدي انا صاحبنا هذا، نقول لكم تحياتي انتم ليكم الخوت المتابعين، اللهم بارك وزيد في ذلك. انتم تبارك الله الخيرات تبارك الله، اللهم بارك الخير تبارك الله. انتم اللهم بارك، بقوا معنا ان شاء الله باش نوريكم الخوت عجول ضخمة ان شاء الله باش تشوفوها. الله هذا الشيء. وانتم كما كتشوفوا الخوت، حنا رجبناكم الخوت اول نهار افتتاح المعرض، باش كتلقاو الدنيا هكا خاوية. اما كون جيناكم الخوت ثاني نهار وثالث نهار، راه ما تلقاش كيدير تصور هادشي بالخاطر ديالك، راكم عارف كيف تيكون المعرض. تبارك الله هذا البلجيكي ممتاز الخوت، ممتاز ممتاز، واحد الحجم خيالي، وماشي غير هو الخوت، خيال العلمي. انتم اللهم بارك وزد في ذلك. تبارك الله الخيرات تبارك الله. وراه العجول الخوت بدون حساب الخوت، راه الخيرات تبارك الله، راه جينا نصوروا لكم هادشي كامل. هانتوما شوف تبارك الله، اللهم بارك. هانتوما تبارك الله، شوف هاد الخير الخوت تبارك الله، ما شاء الله تولعوا الخوت تبارك الله، ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك الخوت. اللي ما ذكروا الله، شو هذا الخير الخوت، شو تبارك الله ما شاء الله، الخيرات تبارك الله الخوت. ما خاص ما يديرلكش شي حاجه، انتم اللهم بارك الخير الخوت تبارك الله ما شاء الله. شو هذا الخوت، هادو عجلات ضارين الخوت، انتم تبارك الله اللهم بارك. هذا الخوت راه سير سير نوت نوتو او انا سير سير نوت تبارك الله. انا ننظر لكم الخوت هذا باش تشوفوه مزيان، لحقاش يكون جالس راه محقور فيكم تبارك الله، اللهم بارك وزد في ذلك الخوت. الخيرات تبارك الله الخوت، عجول خياليه ضخمه تبارك الله. كما قلنا لكم الخوت تجي شوف شي تذكروا الله لحقاش الخير، اللهم بارك وزد في ذلك الخوت. ثلاثه العجول الخوت هادو كاملين تقريبا، هادو كاملين كما كتشوفوا كساب واحد سميتو الخولي مصطفى، كامل هادشي كامل تقريبا كساب واحد اللي عنده هاد الخير كامل. شو الخير شو الخير، اللهم بارك وزد في ذلك الخوت. شو الخيرات تبارك الله، الخيرات الخيرات الخوت ما شاء الله تبارك الله، تولع الخوت الخيرات تبارك الله. نصور لكم واحد من الليعة عاوتاني، شوفوهم عاوتاني اللهم بارك. نوض هذا عاوتاني تكلفها، ها هو نوض هذا سير. ها انتم تبارك الله، هادو ناقصين صافي العمر، ناقصين 18 شهر. هادو تبارك الله اللي صورنا لكم كاين تاع 36 شهر وكاين تاع 30 شهر، نوع الخوت الابيض الازرق البلجيكي كما كتشوفوا، ومنطقة ولاد صالح. والكساب راه واحد، كساب واحد الخوت، المعلومات راه كلشي مذكور تما، راه ماشي كنجيب لكم هادشي من راسنا، ديك الطابلو راه فيه المعلومات. وكساب كامل هادو كساب واحد. انا صوركم جهه اخرى عاوتاني. هانتوما الخوت هادو كيما كتشوفوا تبارك الله، الخيرات تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك. شوف تبارك الله هذا من نوع ليموزين 30 شهر عنده، اسم كساب
لبنى الدودي. ها انتم الخوت، الامرأة مرأة الخوت هي اللي دير هذا الخير تبارك الله، باش تعرفوا حتى المرأة تبارك الله واصلة لمستوى ممتاز تبارك الله، جديدة اقليم جديدة الخوت، صبحي السعدية تاع ديال الخوت راها مرأة تبارك الله، اللهم بارك وزد في ذلك. انتم كما كتشوفوا الخيرات تبارك الله، انتم اللهم بارك الخيرات الخيرات الخيرات، راك الدوخ انا باش تشوف هاد الاحجام راه ما شاء الله الخوت. شوف شوف تبارك الله، جينا نصوركم هادشي كامل ما غاديش تكلف تكلف اخويا، انتم اللهم بارك، قول لنا ضوري انتم اللهم بارك، نط 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 دير لي زيدك اللي حلو على عيني باش ينط. شوف تبارك الله ما سير معاه تتعيا دغيا، انتم اللهم بارك. شوف هذا تبارك الله الخوت، الخير الخوت اللهم بارك، تفرح الخوت والله الا القسم كنفرحو ملي كنشوفو بحال هادشي، تفرح نوريكم الخوت ليموزين سلالة الليموزين شي حاجة تبارك الله ممتازة، انتم اللهم بارك وازد في ذلك. شوف تبارك الله الخيرات تبارك الله، انتم تبارك الله نصور. شوف 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 الخير ما شاء الله، اللهم بارك وزد في ذلك الخوت كما كتشوفوا. شوف تبارك الله الخير، احجام ضخمه خياليه الخوت ما شاء الله، نوع الخوت الشقراء المراعي روج دو بري انتم بيتخي انتم تبارك الله اخويا كاتيطان ولكن ما كتبش بلا الشما ولكن ما كتبوش الشما لا ما كتبيناش ما كاتبيناش شرق شقراء القطيطان الخوت هادشي اللي قالنا الكساب ولكن راه ما كاتبيناش الخوت كاتبينهما شقراء المراعي هاكا كاتبينها شا ولا شقراء الراعي كاتبينها من شكل الكتاب ديالها هنا كنوصل لكم هادشي كنشوفوا على عينينا ولكن راه صلح لنا الكساب انتم تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك تولع الخوت تبارك الله دخلت الصف يكون دابا تخيلوا الخوت عندكم اللهم بارك هاد كيف حمات انا هاد الفيرما ديالكم بصح واخا راه معرض دولي واش تدخلوا كتلقى هاد الخير عندك في الكوري ديالك في الفيرما ديالك راه تكون اسعد انسان يمين دخلت شوف هاد الخير تبارك الله ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك شرايكم عندو شي 30 شهر الخوت 36 شهر عنده هذا وكاين داك اللي ملي تا هو ها هو كيما كتشوفوا هذا تبارك الله الخوت راه ما شاء الله راه ضخم صافي ناعس دابا تيرتاح هادو كيما كتشوفوا الخوت هادو الخوت ضروبات ضارين خاصو يديروا لهم المسابقة ديالهم تيخرجوهم من لهنا كيما كتشوفوا هانتوما تبارك الله هانتوما اللهم بارك وزيد في ذلك هانتوما تبارك الله ضروبات هادو ضارين الضرارة الأولى يعني ضروبات هادو الخوت تبارك الله ها الأخرى ايوا ما مولفينش الخوت الخروج صعابين شويه مجهدين ما شاء الله شي شوف باش يشوفوا احسن ضروبه اللي ضاره فيهم اربع تاع الفئات كاينه الضروبه اللي سميتو خاويه وكاينه الضروبه اللي خاويه وكاينه الضروبه اللي ضاره وكاينه البقره اللي هو الحليب الحلبه الاولى عندها وكاينه البقره اللي عندها الحلبه الاولى الثانيه للفوق يعني كيديروا مسابقة تاع كل وحدة والنوع ديالها شوف تبارك الله هاد ذكر هانتوما تبارك الله السلالة سالير ساليغز كاتبينها هكا الخوت انا تبان لك بحال ليموزين ويمكن ماشي ليموزين ما كاتبينهاش بالعربية الخوت اللي من لهي ليموزين هذا اللي من لهنا الخوت ليموزين ها هو هذا راه غيكون يمكن ولكن كاتبين له سمية مختلفة على الاخر هانتوما هذا ليموزين هو شي تقريبا كيتشابهوا اجي قد يكون تاع الاخر ليموزين هانتوما اللهم بارك خويا هذا ليموزين شو كتبين لهم غير هذاك ماشي بحالو في ليموزين هو ليموزين ياك ليموزين حنا سولنا السيد اللي هنا حاضيهم مولاهم اللهم بارك وزيد في ذلك الخوت هنا عاوتاني هنا كتلقى الضروبات البقرات اللي قلت لكم فرقنا لكم انواع ديالهم كاين اللي كتحلب الحلبه الاولى كاين اللي كتحلب الحلبات فوق الثانيه الثالثه كاين اللي ضروبات هالضارين كاين اللي ضروبه ما ضرات مخلطين الخوت من الانواع والاشكال سلالات ممتازين وكاين هنا باش تعرفوا هنا الحليب بحال دابا هذه الحلبه الاولى عندها راه معلومات كتبين تما هذيك اللي هي الحلبه الاولى الحليب 327 يوم تحلبات شحال تحلبات 8012 كيلوغرام تيقولوا الحليب بالكيلوغرام ماشي بالكيلو هذه عاوتاني حلبه وحده هي عندها
302 يوم عطات 7480 كيلوغرام تاع الحليب. هذه 8076 كيلوغرام الحليب 329 يوم الحلبه الاولى. هذه ما دارولهاش الحلبه الاولى ولا الثانيه، اش كنت يمكن الحلبه ما عارف. هذه بعدا عندها الحلبه الرابعه، ها انتما كما كتشوفوا الحلبه الرابعه ماشي انا 69 يوم ديال الحلبات، ما تحلباتش بزاف الخوت. واخا الحلبه الرابعه عندها 2500 تاع الحليب بالكيلوغرام. تبارك الله الخيرات اللي كاينين الخوت، اللهم بارك وزيد في ذلك الخيرات تبارك الله. بقاو معنا الخوت باش تولى. هادي بحال دابا هادي رقم الحلبه جوج، ولكن الخوت هادي كتبان لي بحال ضروبه، اوكي كتبان لها انتم على عينكم رقم الحلبه جوج. وما نعرف لا غلطه حطوها هنا الله اعلم. هادي الحلبه الثالثه عندها، هادي الحلبه الاولى، هادي الحلبه الاولى الثالثه، هادي الحلبه الاولى، هادي الحلبه الاولى. انتم كما كتشوفوا الحلبات اللهم بارك وزيد في ذلك خيرات تبارك الله. الخير الخوت راه ما كيشكوش، هانتوما تبارك الله اللهم بارك، هانتوما اللهم بارك الخوت وزيد في ذلك، هانتوما الخيرات تبارك الله. شوف تبارك الله الخوت، هذه عندها الحلبه الاولى وحالبه 5765.3 كيلوغرام 671 يوم فقط. شوف شحال حلبات هذه، عاوتاني حلبة 9479.7 كيلوغرام الحليب 305 يوم. حلبة الأولى عندها مازال صغار السن، هانتوما اللهم بارك. شوف تبارك الله اللهم بارك وزيد في ذلك الخوت. شوف تبارك الله، شوف تبارك الله الخيرات الخوت، الخيرات 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 ما شاء الله. شوف تبارك الله هذه عاوتاني ما نساو ما دارولهاش المعلومات، هذه المعلومات ديالها الحلبة الأولى 7674.8 نتا الحليب كيلوغرام، هانتوما اللهم بارك. خويا واد هانيا مزيان الله يعاونك الله يسهلك، هانتوما اللهم بارك وزيد في ذلك الخوت الخيرات تبارك الله الخير. هانتوما اللهم بارك وزيد في ذلك الخوت كما كتشوفوا الخيرات تبارك الله. هنا الخوت عاوتاني هنا الضرايب والقرات مخلطه كما قلت لكم، هنا شي مخلط انتم اللهم بارك تبارك الله، انتم اللهم بارك وزيد في ذلك وزيد في ذلك، انتم اللهم بارك. شوف تبارك الله خيرات الخوت اه صح ضروري ولينا بحال هذا